السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغرب. مقابله الصومال ممكن ماشي نتكلم عليها بزاف، ما حبيش نتكلم عليها بزاف. ماهيش استصغار من قيمه الصومال، لانه في كره القدم عمرك ما تحقر منتخب ولا فريق ولا تتكبر على فريق. لا، التعالي والتكبر مش مليح في كره القدم بكل صراحه. بصح باش نكونوا صراحه مع بعضنا، وما نكذبوش على بعضنا وما نفقوش بعضنا، نهضروا واش كاين. منتخب الصومال هذا يعني لولا قرارات الغريبه من الفيفا اللي زادت الاعداد الدول باش تتاهل لكاس العالم، اللي بكل صراحه انا نشوف فيفا ضرت بالتصفيات هذه، ما خلتش عندها يعني وش بقى. تجيك الصومال، تجيك واسمها الموزمبيق، المنتخبات ضعيفه جدا، منتخبات ضعيفة جدا بكل صراحة. مانيش نطيح من قيمة الصومال ولا، بس نهضروا الحقيقة كيما راها. درك الصومال بيناتنا، الصومال تجي الجزائر، تجيب لها السي ار بي تفوز عليها بالنتيجة وبالأداء وبسكور كبير، تجيب لها رياسما تبهدلها وتربحها بسكور كبير، تجيب لها سطيف تربحها بسكور كبير وتبهدلها، تجيب لها بارادو تربحها بسكور كبير وتبهدلها، تجيب لها اسمه شكون خنش لا تربحها بسكور كبير وتبهدلها. هاي واش 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 هو الحل درك؟ لازم نلعبوا احنا لا غالب، انا الفيفا هي اللي دارتها لا غالب، هذا مش امر بيدنا احنا، الفيفا هي اللي دارت لنا هذه العفسه تاع نتاع يروحوا 9.5 ولا يروحوا 10 من افريقيا وزيد العدد المنتخبات وكثر وكثر وكثر. الفيفا هي اللي دارتها، احنا لا غالب لازمنا نلعبوا التصفيات، مش بيدنا هذا الامر. لكن الفيفا هذه ما زيادة عدد المنتخبات راح نشوف بلي المستوى راح يزيد يهبط، المستوى ما يزيدش يطلع، يزيد يهبط. كل صراحة كي تزيد العدد المنتخبات راح المستوى يهبط، انا نشوفها كيما هكا. من حقنا نروحوا كأس العالم، نطمحوا نروحوا كأس العالم، بصح الصومال يعني احترامي ليهم خوتنا، باش تعرف بلي المنتخبات هذه الله غالب الله غالب، الفيفا اللي حطتها معاه. الصومال هرب لها لاعب، كانوا في ستاج في تونس، كانوا في تربص في تونس، والصومال كان عندهم لاعب هذا هرب من التربص، دخلهم فما في تونس بقى يدور، وراه حب يحرق في قوارب الموت، حراق باش يروح لاوروبا. والاتحاد الصومالي حسب بعض الاخبار يقول باللي فرض حصار كبير على اللاعبين باش ما يزيدوش يهربوا له. هاي هذا منتخب راح يشارك كاس العالم، وراح يشارك في تصفيات كاس العالم، نزيدو نديرو له حساب ونزيدو نديرو لي جوا. حنا قلت لكم انا نجيب شكون؟ نجيب خنش لا تعطيه بسكور، سكور لور سكور كبير، نزيد لاعب له انا محرز، نزيد لاعب له انا. بالنسبه لي مانيش اونترينير، مدرب هو على باله، انا ماذا بيا يلعب الاحتياطيين، يعطي الفرصه للاعبين اللي ماهمش يلعبوا بكل صراحه. قال كثروا من السكور، سجلوا 10 12 14 15 حتى 20 هدف مليحه في الفايده. انا الله غالب، انا ما نشوف كل الصراحه. انا قلت لكم انا ما نلومش الصومال، والله ما نلوم الصومال، الصومال لا غالب، اللوم الكل على الفيفا، الفيفا هي اللي دارتها. لولا ما جاش الفيفا هذه غيرت القوانين وخلات كما كانت قبل زمان كاس العالم، كانت تشوف المستوى كيفاش يكون، وكانت تكون التصفيات صعيبه، يطلع غير القوي، غير القوي اللي يطلع. هذا مثل الصومال والموزمبيق كل ما يكونوش، وخاصة الصومال. موزمبيق شوي كيعاد تروسيفي في بلادها، كيعاد تستقبل في بلادها شوية، ويلعبوا لك على الحكم والجمهور والضغط وشوية الحرارة والميديتي، شوية يدرك شوية صعوبة، نقولوا شوية. مي الصومال صاحبي كل صراحه، المقابله تاعنا مع الصومال يعني مش بيناتنا نهضروا لا فيريتي، بيناتنا نربحوهم ب 12 ولا ب 14، اسكو خلاص وصلنا المستوى صايف، ولا ربحناهم 16 اسكو وصلنا المستوى تاع خلاص رانا لافريك كل رقدوها من المغرب. مازلنا، انا دائما نقول حط رجليا في الارض، دائما نتواضع مهما وصلت، نقول دائما مازلت، لانه كاين عندنا نقائص. مقابله مصر ابرز دليل، كاين نقائص، شوف نكذبوش على بعضنا، كاين نقائص. بعشرة مع مصر ما قدرناش نلقاو حلول، ومن الشوط الاول مش قال 24 ساعه الاخيره ولا من الشوط الاول، ومصر بعشرة ما لقيناش حلول، يعني مازلنا مخصوصين، مازال المنتخب الوطني كاين بعض النقائص فيه. اذا لما نربح انا الصومال ب 20
ولا ب 15 ولا ب 25 هدف. انا بالنسبه لي مازال عندي نقائص، مشو معيار خلاص، مشو معيار طور الصومال. بالنسبه لي الصومال كنا نحاوها احسن، كون قلعوها احسن. موزمبيق نقول نشوفه، ولو انه مستواها ضعيف، اللاعبين تاع الموزمبيق عندهم كل درجة الرابعة الخامسة في البرتغال، واحد ولا زوج يلعب في البرتغال دوزيام ديفيزيون ولا. اصلا هي موزمبيق مستعمرة كانت برتغالية على كل حال. بعض اللاعبين في الخليج يعني ما احسن، باش نكونوا صراحة، احسن من الصومال، لكن لا يعني انه موزمبيق حاجة كبيرة. باش نكونوا صراحة، الموزمبيق تقدر تلعب لك على ديتاي صغار اللي ممكن هما يخدموهم، قال مثلا الجمهور، الضغط نتاع الجمهور، درجة الحرارة، الرطوبة، ممكن التحكيم، شوية تحكيم، هذا باش ممكن يحاولوا انه هما يقربوا لك شوية، انت كهارب عليهم يحاولوا انهم يقربوا لك بالطرق هذه. هذا ما كان ما عندهم والو حتى الموزمبيق، قول صراحة يحاولوا يقربوا لك بالطرق اللي سميتها. اما كان مستوى حاجه باينه، موزمبيق احسن من الصومال. هذا الصومال اصلا ما... لا غالب على كل حال، الله لا يربحهم. انا بالنسبه لي الفيفا اللي درت لنا المشكله هذه، الواحد باش يتفرج ليكيب ناسيونال ويشجع ما كانش. اللي قلت لكم جيبوا خنشه تعطيها بسكور، سكور لور، سكور لور، خنشه تعطيها سكور لور. هاي باش نكونوا صراحه، هذا المنتخب ونفرح كي ماركي المنتخب الوطني بهدف وخمسة وستة وسبعة. مانيش نقول ما ناصرش المنتخب الوطني، المنتخب الوطني لازم نناصروه في السراء وفي الضراء، سواء يخسر نوقف معاه، سواء يربح نشجعوه. صح، ما هذا رايي على كل حال. كي يتفق معايا كان اللي يقول لي لا لازم نربح الصومال ب 20 ولازم نشجعوا كي نربحوا ب 20 رانا وصلنا لبعيد، هو حر، كل واحد يعطي رايه. انا بالنسبه لي نربح الصومال ب 100 ونربحها بهدف كيف عندي كيف مليح. نقوله في الكره في راش فارق الاهداف تحسب لك من بعد. صح الصومال يا صاحبي، الصومال نهضر على المستوى، انا مانيش نهضر على تربح ولا تخسر ولا تربح فارق اهداف، انا نهضر على المستوى. انا حاب المستوى تاع المنتخب الوطني يزيد يتطور، يزيد يكون احسن، نلقاو حلول لما نلعبوا مع المنتخبات اللي تجمع لنا في الوراء وتلعب لنا بكتله دفاعيه. لازم نلقاو الحلول، لازم نستغلوا النقص العددي. كي يخرج منتخب بلاعب بطاقه حمراء يلعب بعشرة، لازم نلقاو الحلول. هذه اللي نبغيها نشوفها انا على ارضيه الميدان. تمنيت نشوفها في المنتخب المصري لما كان يلعب بعشرة، كان يلعب منتخب مصري بعشرة منذ الشوط الاول، كنا فما نغموهم. واش عندهم صلاح، نقاردي وصلاح، هذا ما كان، نقاردي وصلاح، ومن بعد ها نضغطوا عليهم، نبقاو نضغطوا بريسيون ونبقاو نضغطوا عليهم في المنطقه تاعهم، لانك الضغط يولد الاخطاء. لما تضغط على المنافس في المنطقه تاعو، 25 او 30 متر اللي في المنطقه تاعو، تخليه يغلط بالذراع مهما يكون هذا بشر، لازم يغلط. تضغط عليه تحصره صاي يغلط، وكي يغلط راح تسجل له طبيعتها، لان عندك لاعبين، عندك بلا كاليتي، عندك غويري، عندك شايبي، عندك محرز سليماني، عندك حسام عوار، هذم يسجلوا على مصر فاسيلمون، لان عندهم الجوده. تضغط على مصر راح تسجل عليها، لكن للاسف ما مشاتش. ان شاء الله في المقابلات القادمه انه ان شاء الله نكون نطيحوا في موقف كما هذا مع منتخب يلعب كتله دفاعيه ويلعب الهجومات المضاده، فلربما يخرجوا لاعب بطاقه حمراء. نعرفوا المنتخب الوطني انه حفظ الدرس على مصر وغير طريقه اللعب تاعو وعرف من اين تؤكل الكتف. هذه الحقيقه، لانك انت كاين مقابلات لازم تستغل الاخطاء هذيك، مقابلات اللي فيها المنافس يلعب كتله دفاعيه لازم تستغل انصاف الفرص، ولازم تستغل اخطاء اللي يديرها المنافس. حتى كي يخرج لك بلاعب يولو 10، لازم تعرف كيفاش تستغل هذاك الطرد، استغلوا احسن استغلال. هذه هي اللي تخليك تعرف الشخصيه تاع المنتخب والقيمه تاع المنتخب، وتعرف بلي المنتخب راهو تطور. لما يستغل النقص العددي يعرف كيفاش يستغله، تعرف بلي المنتخب راهو تطور. اذا بالنسبه لي الصومال يلعبوا في بلادهم، يجيبوا الحكم يلعب معاهم، الله لا ما هذا كل صراحه ما هوش مستوى الصومال، مع احترامي ليه على كل حاله.
لما نحب نحرق حتى منتخب، لكن بكل صراحه هذه هي. انا نشوف باللي المقابله تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. مقابله موزمبيق فيها مستوى نوعا ما احسن من الصومال، لكن يبقى ايضا الموزمبيق هو الموزمبيق، الموزمبيق هو الموزمبيق مع احترامي ليه، لكن احسن من الصومال بكل صراحه، احسن من الصومال. اذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني في تصفيه كاس العالم، وان شاء الله مشوار ممتاز في كاس افريقيا. اذا في الاخير ملتقانا مع مزمن الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.